رجعنا مرة تانية في كلام البنات. عايزة اخد نفسي، مش قادرة من الفقرة دي يا جماعة، فظيعة. دايما بنسمع عن شباب بيتسلقوا الجبال، لكن نسمع عن ست بنات يتسلقوا جبل كليمنجارو اللي هو اعلى قمة جبلية في افريقيا في جروب واحد؟ اهي دي الجديدة، ولسه هتسمعوا الاكتر من كده. طب يا ترى عملوا ده ازاي؟ اتمرنوا قد ايه؟ وهل دي اول مرة يطلعوا ولا لا؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الرحلة المثيرة دي من ضيفاتي الموجودين معايا النهاردة. نورهان رفاعي، ازيك يا نورهان؟ ازيك يا سارة، عاملة ايه؟ الحمد لله. وسلمى يحيى، هي مشاركة في رحلة تسلق جبال كليمنجارو. ازيك يا سلمى؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ معانا كمان حنان ابو بكر، وبرضه من المشاركين في رحله تسلق جبل كليمنجارو. ازيك يا حنان؟ يا حنان عامله ايه؟ تمام. على فكره انا نفسي راح، لان انا كنت بتكلم معاهم فهم حكوا لي القصه، فانا نفسي بدا الاكسجين بدا يقل من عندي. هبدا من عندك يا نورهان، وقولي لي يعني انت اللي طبعا وضبتي الرحله دي ليهم عشان يطلعوها معاكي في جروب، اشمعنى المره دي تحديدا اخترتي ان انتوا تعملوها جروب؟ هو بدأت الموضوع الجبال بره مصر، انا وجودي في جبل في روسيا البروس في 2015، وبعد كده قررنا ان احنا نتسلق كل الجبال السيفن سامتس اللي هم اعلى 7 جبال في العالم سوا. فبالفعل كتير. طلعت في 2015 كليمانجارو، بس ما عرفتش اوصل للقمه عشان حصل لي altitude sickness واضطريت ان انا انزل. طيب altitude sickness ده اللي هو الاحساس بايه؟ احكي للناس. يعني قلة الأكسجين في الجسم، فبتخليكي مش بتفانكشن، جسمك مش بيشتغل بوظائفه سليمة تمام، تبدأي تتعبي، مش قادرة تمشي، عايزة تنامي، يعني فتيج جامد قوي، فلازم تنزلي ساعتها. الجبل كان طوله قد ايه تقريبا؟ ارتفاعه 5895 95 مبسوطة جدا قوي، فرحانة قوي. فانا ساعتها تقريبا وصلت ل 5000 وتعبت، فكان فاضل كتير قوي، فخلاص قررت انزل. كنت زعلانه طبعا وكده، بس بعد ما نزلت بس انت ما شاء الله عملتي شوط برضو محترم جدا، كبير انت فاضلك كان حاجه بالنسبه للي عملتيه. بس كان ساعات كتير قوي، يعني كان ناقص لي مثلا 10 ساعات مثلا، او كان ناقص لي كتير قوي. انت واخدت وقت قد ايه تقريبا عشان تتسلقوا جبل كليمنجارو؟ الرحله كلها 6 ايام. 6 ايام الرحله كلها. 6 ايام. طيب يعني حنان، انت اولا عرفتي منين او اشتركتي ازاي في الايفنت ده او في الرحله دي؟ عرفتي او سمعتي عنها فين؟ انا بقالي 3 سنين بطلع سانت كاترين مع اكتر من جروب هايكنج في مصر يعني، والجروب اللي فيه نورهان وعمر جوزها كنت عرفت عليهم قبل كده، كانوا حتى بيجهزوا رحله الارجنتين، فاعرفوا كان جروب طلعت معاهم مرتين يعني، فكنت نفسي اطلع حاجه بره مصر، فكنت بعمل سيرش على الجروبس كلها بتاعه الهايكنج ان انا اطلع حاجه بره مصر. فعثرت في الايفنت، كانوا منزلين الايفنت، فقلت احضر البرزنتيشن اشوف ايه الكليمنجارو، ما اعرفوش اساسا يعني، ومش هدفي ان اطلع بره، مش هدفي ان انا يعني اعلى قمم، او يعني مش مخيلتي مش خالص، مش للدرجه دي. بالظبط. فحضرت البرزنتيشن فلقيته لطيف يعني، طب والله حاجه لطيفه وبلد جديده، انا بحب السفر. فرجعت البيت بتكلم مع جوزي، ايه رايك؟ قال لي اوكي خلاص تمام. ما رحت على طول، قلت قبل يعني اخد الكونفرميشن بتاعه كده، رحت حاجزه التيكت. برافو عليكي. خدت القرار. عندكم اولاد ولا لسه برضو؟ لا انا اولادي، لا ده انا متجوزه مخلفه، اولادي كبار يعني ما شاء الله. اوكي. فبس خلاص خدت القرار، وابتدينا بقى ناخد يعني، خدنا المفروض نعمل تريننج طبعا، احنا قبل السفر محتاجه ان تكون الفتنس بتاعك وصل لمرحله معينه، فكان عندي وقت حد ان انا انزل وزني، اعلي الفتنس بتاعي عشان اقدر اتحمل. لازم تنزلي وزنك فيه يعني؟ لا انا عشان اقدر اعمل اجري مسافه طويله، اعمل سباحه مسافه طويله، اركب عجل مسافه طويله. لازم تعملي تجهيزات، محتاجه ان انا يكون الوزن قليل طبعا، بيديكي باور، بيديكي قوه ان انت تكملي. اكيد. فكان في فتره اعداد طبعا، احنا قعدنا كذا شهر كانوا متابعيننا برضو في عمل مجهود برضو. قعدتوا تقريبا كام شهر كده بتجهزوا؟ بس لي حوالي 4 شهور تقريبا تجهيزات. انا اوريدي انا بمارس رياضه، فبس زودت عدد الايام وعدد الساعات عشان انا اقدر ان انا اوصل للتارجت بتاعي قبل السفر. والحمد لله تمت بنجاح. لا تمام جدا. وانت بقى يا سلمى ازاي عرفتي او اتعرفتي على نورهان وعلى عمرو؟ على نعم عمرو، او جزء. على عمرو بالظبط، لان هو كمان من انا ملاحظه ان انتوا ما شاء الله كمان جوازاتكم بيشاركوكوا في الحكايه دي، ودي حاجه جميله جدا بصراحه. لا هو جوزي بيشارك مع السلامه يعني.
باي باي. كلميني سلمى ازاي اتعرفتي عليهم وعرفتي ان في صديقه مشتركه هي معايا في الشغل اسمها فدوى. ايوه هي كنا بنتكلم انا وهي فبحكي لها ان انا كنت زمان بجري وبحب الرياضه وبحب الهايكنج وبحب امشي مسافات طويله وكده، فهي عرفتني على نورهان. وبعدين يعني رحت حضرت ايفنت برضو هم كانوا بيشرحوا فيه قصه كليمنجارو وازاي هو تشالنج وازاي هي حاجه تحدي. حد بيعملها. وبعدين انا بحب الحيوانات كمان وبحب الطبيعه، فلما شفت الصور وشفت الموضوع عجبني فقلت اوكي يعني تشالنج وهرجع اعمل رياضه تاني، فدخلت معاهم. و حتى لما عرفتي الارتفاع وان انت لازم تكملي لحد الاخر، انا ما كنتش فاهمه قصه الالتيتيود سيكنس دي لحد لما خلاص كنت هناك بقى ويعني اتحطيت في الموقف فاضطريت اتصرف. وعرفتي ان الموضوع مش سهل ابدا. بصي احنا عارفين قرينا بس ان المعرفه شيء وما تكوني في الموقف نفسه شيء اخر. يعني مش كده برضو انا حاسه. وانتوا بتحكوا اصلا عملت فقره هنا في البرنامج عن تسلق الجبال في دير الانبا سمعان في المقطم. وبس مجرد ان انا يعني تسلقت ومشيت بس بالواير كده من جبل لجبل حسيت ان انا روحي بتتسحب، فما انا طبعا بعدها انبسطت جدا بس في اللحظه نفسها لحظه قويه عنيفه. يعني هو المشي نفسه ما فيهوش مشكله، يعني اول يومين مثلا او لحد ثالث يوم كنا بنمشي يعني مسافات عاديه مثلا 10 كيلو 11 كيلو يعني بالبريكس بالميه بالسناكس كده، وكنا بنقف فكنا كويسين واحنا بنمشي. جينا بقى عند اخر يوم ده اللي هو بنطلع فيه للسامت، كنت بتساليها قعدتوا قد ايه؟ ده اليوم ده احنا اتحركنا بالليل الساعه 11 ونص ووصلنا 8 ونص الصبح، فكنا بنمشي 9 ساعات وكان بالليل. فالجو كان ازاي بتنوروا بقى لنفسكم يا نورهان وانتوا على الجبل والحاجات دي كلها؟ فلاش لايتس معانا اللي بتتلبس على الراس، معانا فلاش لايتس والجايد معانا. لازم طبعا يبقى معاكم جايدز. طبعا دول بيبقوا من البلد، من تنزانيا. من البلد نفسها هما معانا. ويوم السامت اخر يوم القمه ده بيبقوا اكتر من اي يوم، عشان طبعا لو حد تعب لو حد عايز ينزل. ايوه لو حد عايز ينزل دي انا عايزه اعرفها. لو في حد تعب قوي قوي ولازم ينزل الجايد هينزله. معنى كده انه في حد بيتعب وبرده بيكمل. هما بيفضلوا كلنا يعني في موتيفيشن كده، هم قاعدين يزقوكي لا كملي تقدري يعني. انا ممكن اقول لهم خلاص انا مش قادره انزلوني. انت شخصيا يا سلمى حسيتي فعلا ان انت تعبانه في وقت ما وعايزه تنزلي؟ يعني اخر ليله دي اللي بحكي لك عليها وصلت كده يعني ممكن كنا مشينا ساعتين مثلا وانا كنت خلاص حاسه ان انا مش قادره، كل شويه اقف عايزه اخد بريك ومش عارفه اقف وقت كفايه ان انا استريح لان الجو ساقع جدا. فلازم تفضلي تتحركي. ايوه بالظبط. فكذا مره قلت له لا نزلي انا مش قادره، بس هو فضل لا صدقي يو كان دو ات، وفضل يعني زقاني لحد ما انا كنت بسال نورهان انه طب ليه رحتوا في الشتاء؟ قالت لي لا احنا رايحين في الصيف. بس هو قمه الجبل كل ما بتقربي لفوق كل ما الدنيا تبقى اسقع. وصلت لنيجاتيف 7 تقريبا. نيجاتيف 7 نيجاتيف 7 شوفي الثلج. بس البلد كانت درجه حراره 30، كانت حر جدا. ما هو تحدي بقى يعني. هو اي قمه فوق طبعا 3000 و4000 ثلج وساقعه جدا. بس يعني احنا متمرنين يعني كويس. انت واخده على الموضوع، واضح ان انت عملتي او طلعتي قمم كتير قبل كده. كان طلعتي فين قبل كده؟ هو بعد 2015 كليمنجارو لما تعبت واضطريت انزل. بعدها بسنه في 2016 او سنه في 2017 طلعت اكونكاجوا في الارجنتين. اكونكاجوا ده اعلى قمه في ساوث امريكا. فقررنا برضو وطلعتي برضو لحد الاخر كملتي التشالنج بتاعك؟ للاسف بقى عمري اللي تعب جوزي اللي تعب فاضطرينا انزل معاه. بس طلعنا لحد 4300. وبتقدر يعني بعد ما بتتعبوا بتقدروا على النزول بقى يعني؟ هو ساعتها دي قصه تانية خالص. انتوا بتنزلوا كل ما بتنزلي بقى الاكسجين بيزيد فبتحسي انك مرتاحه اكتر. تهدي يعني. انا كنت خلاص بقول لهم طب انا طلعت وبعدين طب حد هينزلني؟ انا كنت حاسه خلاص عايزه انام بقى، عايزه اخد بريك. ما حسيتيش حنان في وقت ما ان انا عليا من ده بايه؟ طب ما انا عملت نفسي لا ده عدى عليا الاحساس وانا ماشيه وخلاص. بعدين انا بيبقى انا خلاص وصلت لمرحله ان انا ماشيه في حاله هذيان. انا ماشيه باجي مش عارفه اثبت في مكاني والجو ساقع جدا، صوابعي مش حاسه بيهم خالص فعلا. عارفه اللي هو عارفه احساس هو مبوت من البرد ده فعلا. ده انا بموت من البرد. اطرافي كلها مش حاسه بيها خالص، مع اني لابسين طبعا جلوفز طبعا طالبين لا جلوفز خاصه بال 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 بالجو ده. فلا انا بعمل في نفسي كده ليه؟ وبعدين ابص اللي قدامي لا انا هكمل زيهم. يعني بتبقى عامله زي الجلوفز دي بيبقى شكلها عامله لا زي. الجلوفز لا هي كل هو بيبقى فود ليها حسب الجو. بيبقى لك مثلا ده ماينس 1 ده ماينس 50 ده 0. فيها هيتر يعني ولا ايه؟ لا فيها بطانه يعني جلوفز يعني مبطنه جامد قوي عشان بس هي كل ده كلينكس. يعني انا حاسه لابسه في ايديا كلينكس
مش حاسه بيهم. فهي الحركه ومش عارفه اقف زي ما كانت سلمى بتقول لحضرتك انت بتقرري طب انا تعبانه مش قادره اكمل، في نفس الوقت انت مش قادره تقفي لان درجه الحراره برد قوي طبعاً. فانت عايزه جسمك يتحرك عشان تدفي، والويند عالي قوي، الرياح عندك عاليه جدا. وبعدين انت في ناس فعلا اللي بيقعد بيقعد ويركن مش قادر يكمل، شايفه ان هو ممكن فعلا يوصل لمرحله ان هو بيموت انه مش قادر مش قادر بقى يبتدي حركه تاني. بتقفوا تدعموا ازاي اللي بيتعب ده يا نورهان وبيبقى مش قادر يكمل خلاص، وازاي بيجي لكم القوه ان انتوا لا هتكمل وانتوا ممكن برضو يتعب منكم تاني قوي؟ هو الحمد لله السفريه احنا كنا طبعا غير ست بنات كان معانا خمس ولاد، فكنا جروب كبير ان احنا نطلع مع بعض كليمنجارو يعني عدد كده كبير، بس الحمد لله كلنا توصلنا وكلنا كنا نوعا ما فيزيكالي كويسين ومتمرنين كويس الحمد لله. فمحدش تعب اللي هو خلاص انا مش قادر انا وقعت، دي ما حصلتش الحمد لله. وكان بس سقع ايدينا مثلا تسقع فنحط وورمرز معانا، وورمرز بنحطها تحت الجلوفز، السقعه العاديه اللي احنا ممكن لا هنكمل. بتبقوا يعني واخدين معاكم ايه يا سلمى وانتوا طالعين الجبل؟ بنبقى بنمشي كده معانا عصايات كده وشايلين باك باك، بقى الباك باك فيها الميه اهم حاجه وسناكس تيشيو، يعني بنحاول نقلل الوزن اللي انت شايلاه على ظهرك از ماتش. بس انتوا قاعدين اسبوع تطلعوا فانتوا محتاجين طبعا يكون معاكم سناكس كتيره جدا جدا مش اي يعني حاجه. هو كانوا بيقولوا لنا لازم نجهز كويس ونجهز يعني شنط صغيره كده لكل يوم علشان احنا ماشيين بنطلع فبنبات في هاتس مثلا، ففي ناس شايله الشنط بتاعتنا، فاحنا لو مجهزين اوريدي حاجه كل يوم فعشان نفتح سهل ان انتوا تطلعوها مش هيبقى القصه دي كلها. هو البيات في الهاتس كل يوم بنبات في مكان مجهز للبيات والناس بتعمل لنا اكل وهم بياخدوا شنطنا الكبيره، احنا يا دوب بس بنمشي بشنطه اليوم بس بنروح وبنلاقي بنلاقي ميه وبنلاقي حمامات وبنلاقي وهم بيطلعوا معاكم طبعا وهم بيطلعوا معانا. فكل يوم هو كليمنجارو جميل في كده موضوع الهاتس ان في راحه شويه في راحه والاكل حلو بصراحه، وتبقى شوربه بقى بعد ما انت تعبانه 10 ساعات هايكنج تلاقي شوربه واكل. والله انتوا شوقتوني جدا، هي تجربه حقيقي مختلفه وحقيقي بتخلي الانسان يبقى حاسس ان هو عمل شيء غريب، فده بيديله ثقه في نفسه كتير كبيره جدا. بس انا هاخد كلمه من كل واحده فيكم تقولها بقى للناس عن تجربتها ايه اللي حسيته الحاجات دي كلها. هبدا بيك يا نورهان. انا متعوده على الجبال زي ما انت عارفه، بس يعني انا سعت الجبل وانا طالعه كده بقول لعمرو خلاص ده اخر جبل. اول ما نزلت تحت قلت له احنا هنطلع الجبل جاي امتى؟ خلاص بقى ادمان في ساعتها قبل ما نرجع مصر قلت له تعالى نرتب الجبل الجاي هنطلعه. فهو تشالنج بالنسبه لي، انا بحب الجبال فايتس تشالنج وانا هفضل اكمل في موضوع الجبال وعايزه فعلا اتسلق السبع قمم اعلى سبع قمم في العالم. اوكي تمام. فانا ده ماي تارجت وماي دريم وحاسه ان انا اقدر اعمل التشالنج. تعمليها طبعا طالما انت خلاص يعني عملتي اصلا حاجات يعني قريبه شويه، هي طبعا مش بنفس الارتفاع بس يعني قريبه منه، فاكيد ان شاء الله تقدري تعمليها. حنان حسن انت تقدري تكرري التجربه دي مره ثانيه؟ زي ما نورهان بتقول انا وانا راجعه لا انا مش هعمل كده ثاني، يعني خدت نفسي كده وقعدت في البيت لا انا حاسه ان انا مبسوطه والرحله اضافت لي ان انا اقدر عارفه هي قصه اقدر اعمل حاجات تانية، يعني مش قصه جبال وبس او لا في حياتي في حقيقه في الحياه العامه وعندي طاقه يعني عندي طاقه كبيره اكيد. سلمى استمتعتي وعايزه تكرريها تاني؟ الحمد لله جدا ايوه، بس هي حاجه احسها وانس ان لايف تايم شويه يعني انا ممكن يعني اعملها كده في الحياه مش كمان كل كذا سنه يعني. بس هو زي ما كانوا بيقولوا يعني انا بقول لنفسي انا طلعت على جبل في افريقيا، فده بيدي فعلا بوست كده اللي هو انا عملت ده انا ممكن اعمل اي حاجه انا عايزاها. تارجت انا بشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده وبجد مبسوطه بيكم قوي ونفسي اعمل ده بس لسه ما عنديش القوه ان انا اخد القرار ان شاء الله. تعالي معانا المره الجايه ان شاء الله المره الجايه. لسه معانا فقره ثانيه برضو فيها تحدي كبير جدا، هنتكلم مع محمد رامي بطل الخماسي الحديث، استنونا بعد الفاصل على طول.